بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الملاح. اهلا بكم في فيديو تاني، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على lectures 5 و6 اللي بيتكلموا على حاجه اسمها context free grammar. طبعا قبل ما ابدا محتاج اقول لنفسي الديسكليمر بتاع كل مره، ان انا مجرد طالب واللي بشرحه ده من فهمي للمحاضره ومذاكرتي للماده لما كنت في سنه اولى. وطبعا يا ريت يكون عندكم مرجع تاني احسن تبصوا عليه، هيفيدكم اكتر او هيبقى على الاقل الكلام اللي فيه مضمون 100%. انا بشرح من فهمي انا للمحاضره، واتمنى ان هو ما يكونش فيه غلطات يعني، بس طبعا وارد ان انا اغلط، فعايز الناس تتشك ورايا، ولو حد عنده اي فيدباك يبعته على طول. اوكي طيب، قلنا ان احنا في الليكتشرز اللي فاتت يعني ايه computational linguistics، وازاي نتشك ان الوردز بتاعتنا دي valid، مش اي كلام وخلاص، مش مجرد حروف محطوطه جنب بعض. فكنا بنعمل كده بحاجه اسمها الستيت ماشينز، يعني كنا بنتشك على الوردز نفسها بحاجه اسمها الستيت ماشينز او الاف اس اي، خلاص اللي هي كانت بتبقى عامله كده لو فاكرين. خلاص، وكنا بنتشك على اكشلي ما عملناش تشيك على حاجه تانية، احنا النهارده هنبتدي نتشك على حاجه اسمها سي اف جي، او اللي هي الجرامر، ودي جرامر دي ايه ودي ايه برضو، كونتكست فري جرامر. خلاص، كونتكست فري جرامر هنا معناه الجرامر اللي ملوش كونتكست، ملوش معنى حاليا. احنا كنا بنتكلم عن الموضوع ده ان الكونتكست بيفرق قوي في الكلام، لا احنا هنا اهم حاجه نستراكشر الجمله يكون صح. فاكرين الجرامر اللي هو يعتبر، هو مش يعتبر، هو فعلا النحو بتاع الكلام. خلاص، في العربي بيبقى مفعول به والحاجات دي، وفي الانجليش كان دايما المدرس بتاع الانجليش يقعد يقول انا فيرب دوت اي ان جي وحاجات غريبه كده. المهم هو ده جرامر، بس احنا مش هندرسه على الهيئه دي، هندرسه هنا من غير كونتكست زي ما قلنا، مش مهتمين بالمعنى، المهم ان استراكشر الجمله نفسها يبقى صح. اوكي، فهنزل تحت هنا. الجرامر بيتكون من 3 حاجات: رولز وتيرمينالز ونون تيرمينالز، او نون تيرمينال بس يعني. الرولز هي القواعد بتاعت الجرامر نفسها. خلاص، التيرمينالز دي ممكن حاليا نعتبرها كلمات على حسب الدكتور كان كاتبه، بس ممكن يكون ليها معنى تاني يعني، انا ما افتكرش ان احنا اتقلنا حاجه تانية، بس مؤقتا ممكن نعتبرها تيرمينال. هي الماده دي ليها تكمله في سنه ثالثه تقريبا، او في ماده هناخدها بعد كده اسمها اوتوميتا، فممكن يكون هيتقال عنها تفاصيل بعد كده، بس فور ناو ممكن نعتبر التيرمينالز هي الكلمات. خلاص، والنون تيرمينالز هي المكونات بتاعت الجمله نفسها بقى، اللي هي الناون والبروناون والفيرب والحاجات دي. فهو زي ما احنا قلنا النون تيرمينال زي مثلا ناون فريز والحاجات دي، والرولز بتبقى مثلا حاجات زي كده، ان مثلا الستارت بتاعت الجمله لازم يكون فيها مثلا ان بي ناون فريز وفيرب فريز. خلاص، اي جمله بيبقى فيها ناون وفيرب، والتيرمينالز ممكن تكون الكلمات، فهنشرح ده معناه ايه. دي مثلا حاجات زي الرولز اهي، الناون فريز بتتفك لديترمينر ديترمينر ونومينال. الناون فريز برضو ممكن تتفك لبروبر ناون. النومينال مش بيتفك، سوري، هو بيتكون من، يعني ده الكلام الاصح اللي ممكن يتقال يعني. النومينال ممكن يتفك او بيتكون من ناون ونومينال، هنشرح دلوقتي ازاي بتقسم الدنيا يعني. بس فهو اللكسيكون هو مجموعه من الرولز اللي بتintroduce بقى التيرمينالز بتاعتنا. خلاص، اللي هو ممكن نعتبره الديكشنري. خلاص، فعندنا مثلا الديترمينرز، الديترمينرز دي اي، والله والله اي، مثلا زي ايه، ذا، ان، الحاجات دي. خلاص، الناونز اللي هو الحاجات اللي لما بتفتح الدكشنري بتشوفها، الفيربز، الحاجات دي، زي مثلا فلايت، بلين، كمبيوتر، اي حاجه، كل الحاجات دي تعتبر ناونز، هي اسامي مش افعال. خلاص، فبيقول لك من الرولز دي احنا ممكن نعرف ان ناون فريز ممكن تبقى فلايت. ليه؟ لان احنا عندنا هنا ال NP، خلاص، اللي هي الناون فريز بتتكون من determiner plus nominal. اوكي، nominal. خلاص، طيب، فال NP دي ممكن تكون determiner اللي هو A او ذا، ففي الحالة دي هنختار A، وبعد كده plus جنبيها النومينال، النومينال اهو اللي هو بيتفك الناون او ممكن يكون ناون. خلاص، فهنكتب نومينال زي ما هي هنا، نومينال. خلاص، طيب ال NP دي هنفكها ل A بلس النومينال ده، قلنا ان هو ممكن يكون ناون، صح؟ فهتبقى نفس البتاعة دي كده اهي، بتساوي A بلس الناون بتاعي اللي هو فلايت، هتبقى A بلس فلايت. خلاص، فعندنا بقى عندنا ان في حاجة اسمها ناون فريز،
خلاص انا الكمبيوتر يعرف ان هي نون فريز، ما تفرقش معايا ممكن تكون اي فلايت، اي ابل، اي بلين، اي حاجه خلاص. المهم النون فريز بتتكون بالنسبه له ديترمينال والنومينال. النومينال ده ممكن يكون نون، فبس هنرسمها على هيئه شجره وهتوضح اكتر شويه. بس فزي ما قلنا اهو، بنقول ان الاي فلايت derived من النون تيرمينال اللي هي ام بي، خلاص هي الشجره هي اللي قلنا عليها. النون فريز بتتفك الديترمينال، ديترمينر ونومينال، خلاص الديترمينال اتفك الايه على طول، خلاص مش محتاج يتفك حاجه تانية. النومينال بقى ناون وبعد كده نزل بقى فلايت. اوكي فاول حاجه بنبدا بيها في الكونتكست فري تري، التري يعني بتاعتنا، هي الاس الستارت خلاص. والاس موست كيسز بتتفك الام بي وفي بي. طبعا الحاجات دي بتبقى جايه في المساله اللي انت بتحلها، او اتليست في السنه بتاعتنا احنا يعني، كانت بتيجي، كانت دكتور تكتب الرولز بتاعت الجرامر، كان طبيعي بيجي الرولز مع اللغه يعني، لان هو احنا مش بنستخدم لغات حقيقيه، بنستخدم لغات ابسط شويه. فكانت بتدينا الرولز بتاعت الجرامر، تقول لنا مثلا الاس بتفك الام بي وفي بي، الان بي بيتفك كذا كذا كذا، وتدينا الكلمات اللي موجوده عندنا وتقول لنا اعملوا لي جمله valid باستخدام الجرامر ده خلاص. ممكن ما يكونش جرامر انجلش صحيح، مش شرط يعني، مش عشان الجمله دي صح في الانجليش يبقى هي صح في اللغه دي، لا. فخلوا بالكم النقطه دي قوي، صح على حسب الجرامر اللي معاك خلاص. فاكزامبل جرامر اهو تاني، الاس بتتفك الام بي او في بي، الام بي بتتفك البروناون او بروبر ناون او ديترمننت بلس نومينال خلاص. النومينال بيتفك لناون او ناون بلس نومينال او ناون على طول. الفيرب فريز ممكن تكون فيرب او فيرب وناون فريز، فهتفك بقى الحاجات دي تاني. التري ممكن تكون كبيرة شوية عادي. فاكزامبل للكسيكون خلاص، عندنا اكزامبل هنا كلمات اهو، نونز زي فلايت، بريز، تريب، مورنينج، فيرب، افعال خلاص، بروناونز، ضمائر، كل الكلام ده. فنيجي لشجرة زي دي اهو على حسب الرولز اللي كانت مفتوحة عندنا خلاص. الستارت بتتفك الام بي، ناون فريز وفيرب فريز خلاص. الناون فريز بتتفك لي هنا بروناون خلاص، فبروناون نزل لي اي. وبعد كده الفيرب فريز ممكن تتفك الناون فريز اهو، كنا كاتبين هنا فيرب فريز بتفك الناون فريز، فين سوري، فيرب فريز، ناون فريز بلس فيرب، فيرب اهو بلس ناون فريز. ففعلا بالترتيب اهو، فيرب وناون فريز. الفيرب هنا prefer، ممكن يكون اي فيرب تاني، لان احنا قلنا المعنى مش بيفرق هنا. فممكن اقول I want مثلا خلاص، او I need او I like. لو كتبت I is كانجلش غلط، بس ككونتكست فري جرامر هتبقى accepted عادي، لان هو اي فيرب مش مشكله خلاص. طيب النوم فريز بيتفك النومينالز وديترمينر خلاص. فالنومينال هيتفك بعد كده الناون وناون وهكذا، هتفضل تفك في التري لغايه ما توصل في اخر الجمله valid. ممكن يكون المساله اللي في الامتحان او المساله اللي انت عايز تحلها في البروجرام بتاعك يعني، ان انت اوريدي عندك جرامر وعايز تكون جمله، او العكس ان انت عندك جمله وعايز تعرف هل هي اكسبتد في الجرامر ده ولا لا، فبتبتدي تعمل بارسنج من تحت. الحاجات دي بنتكلم عليها في lectures 7 و 8. بس عايز اقول ملحوظه كده، انا مش فاكرهم قوي الصراحه، فلسه هرجع اراجع عليهم وممكن ابقى اعمل لهم فيديو. هو بس هي بتتكلم على طرق البارسنج، انما الكونسبت هكمله في الليكتشرز، في الفيديو ده بتاع ليكتشرز 5 و6 خلاص. بس 7 و8 لو افتكرتهم تاني وعرفت اشرحهم هعمل فيديوز ل 7 و8، لو ما عرفتش او ما لحقتش ما كانش في وقت هعتذر يعني ان انا اعمل فيديوز عنهم. اوكي كده احنا خلصنا ليكتشر 5، هنخش في ليكتشر 6. بتكمل الليكتشر دي بس اظن يعني شبه فهمتوا الفكره بتاعت الكونتكست فري جرامر. الجرامر بيتكون عباره عن مكونات اللي هي الكومبوننتس بتاعتها النون تيرمينالز خلاص، والتيرمينالز اللي هي الكلمات خلاص، وبيبقى فيه الرولز بقى اللي هي بتقول لك كل واحده من دي بتتفك لايه. اوكي فهنخش في ليكتشر 6 دلوقتي، هفتح ليكتشر 6. اوكي فعندنا دلوقتي لو هنتكلم على الديفينيشن بتاع الكونتكست فري جرامر، او الحاجات اللي فاكرين الخمس حاجات اللي كنا بنكتبهم في الاف اس اي، اللي هو الستارتنج نود والاندنج نود والكلام ده. هو هنا برضو هي بيبقى كل كونتكست فري جرامر بتتصف باربع حاجات. اولا النون تيرمينال سيمبلز بتاعتها، المكونات بتاعتها زي الام بي والفي بي وكده، ايه الحاجات اللي موجوده فيها.
خلاص ال terminal symbols الكلمات خلاص بيبقى علامتها سيجما، خلاص اللي هو مثلا ممكن اكتب كده see hear speak حاجات كده، خلاص دي كلمات موجودة عندي، ممكن تكون كبيرة ممكن تكون قليلة مش هتفرق على حسب المسألة بتاعتك او على حسب اللغة اللي انت شغال بيها يعني. خلاص والرولز بتاعتنا او بيسموها بي هنا set of productions، ايه الحاجات اللي produced من الـ من الـ variables من سوري من الـ non terminals بتوعي، والـ start symbol خلاص اللي هي بتبقى اس وبتختلف الـ يعني ممكن السيمبل دي تختلف في مسألة تانية مش مشكلة، هي مجرد سيمبل بس خلاص وبس. فهنبص هنا اهو على اكزامبل بس ان احنا عندنا اللي هو ال n، عندنا ال start وال noun phrase verb phrase determinant الكلام ده، ال s هنا ال start بتاعتنا s، بعد كده الكلمات اللي موجودة خلاص وال rules بتاعتنا اهي خلاص بس. فهنتكلم بقى دلوقتي على انواع الجمل، يعني ده اكزامبل طبعا ممكن تيجي انواع تانية، بس هو احنا عندنا الديكلاريتيفز او اللي هي الجملة الاسمية اللي هو بتدي خبر عن حاجة فبتقول له a plane left الطيارة مشيت، imperatives اللي هي الامر فبقول له leave امشي من هنا، yes or no questions اسئلة بتتجاوب yes or no بس، did the plane leave يا ولا لا، هي مشيت يا فضلت موجودة يعني، WH questions اللي هي بقى who where what which why، ودي ليها examples كتير قوي يعني. خلاص فكل دي examples لل context free grammar. فمثلا هو الدكتور هنا حط example بتقول لك the man sleeps، هل دي valid في ال في ال context free grammar اللي هو موجود ورا اللي كان موجود هنا ده؟ فهنشوف، تعالوا نشوف. احنا عندنا اول حاجة the man sleeps، فهنكتب the man sleeps خلاص. طيب the دي تعتبر على حسب هنا determinant خلاص، هي المكتوبة في الرولز اهو، فالديترمينر بتاعنا اهو خلاص، وبعد كده man noun sleeps هي في اي دي، انا مش متأكد كانت ايه. طيب هنشوف بقى في ايه، ال NP ممكن تتفك determiner و noun، فهنعمل كده اهو هنجمعهم ل NP خلاص، وبعد كده عندنا ال VI وال NP، ال VI دي ممكن تتفك سوري هي اصلا اصلها في بي، والام بي والفي بي اس، يبقى صح الجمله دي، صح الجمله دي تبعنا فعلا. لو بصينا على البارسنج هنا اهو فعلا اهو اس بتبقى ام بي وبعد كده في بي وبعد كده ام بي بتبقى دي تي وان وبعد كده الفي بي بتبقى واي في اي سوري بس، وبعد كده بيتفكوا التلات كلمات بتوعهم. طول ما انا عندي شجره كامله وبت اوبي الرولز بتاعت السي اف جي عندي هنا خلاص، يبقى الجمله بتاعتي سليمه، يبقى انا الجمله دي صح. the man بقى ممكن تبقى اي حاجة تانية، ممكن تبقى مثلا woman، طول ما الكلمات دي موجود. بس انا عندي هنا الكلمات بتاعتي limited قوي، هما 5 كلمات بس. ال verb ده برضو ممكن يكون اي حاجة تانية، بس برضو زي ما قلنا ال grammar هنا ال vocabulary بتاعي يعني limited خلاص بس. فممكن بقى نتكلم على ال ambiguity تاني. فاكرين الامبيجوتي اتكلمنا عليها كتير قوي، او اللي هو الغموض اتكلمنا عليه كتير قوي في اول برزنتيشن خالص، اول ليكتشر. كنا بنتكلم ان الكمبيوتر او اللغه بتاعتنا سوري اللغه بتاعتنا احنا كبشر امبيجوس قوي، يعني في حاجات ما بتتفهمش الا لما يكون في كونتكست او انت فاهم الناس بتتكلم في ايه حواليك. زي الاكزامبل مثلا بتاع الساعه، لما تسال حد الساعه كام ويقول لك وربع، هو مش هيك انت مش تفهمه الا لو انت مثلا كنت ساله قبل كده الساعه كام، او مثلا انتوا مستنيين اذان المغرب مثلا في رمضان ولا حاجه، فمتوق فانتوا الاثنين فاهمين بعض. انما لو حد تالت مش فاهمكوا او جاي من بعيد او حاجه زي الكمبيوتر مثلا مش فاهمه الكونتكست ده او ما عندهاش الكومن سنس بتاع البني ادمين، فالحاله دي الموضوع بالنسبه لها هيبقى صعب جدا ان هي تفهم. فدي من الحاجات اللي بتقابلنا يعني بتعمل لنا مشكله في كونتكست فري جرامر. ماشي الجرامر صح وهو عارف ان الجمله صح بس مش قادر يحدد معناها، فبنستخدم بقى الحاجات اللي هنتكلم عليها في lectures 9 و 10 خلاص. فهنبص على الاكزامبل ده، احنا ممكن نكون جمل من الجرامر ده خلاص. فهو هنا تعالوا مثلا جمله زي I saw the girl with the telescope دي، نشوف هي valid ولا لا. I saw the girl، الفونت كبير شوية فممكن نحاول نصور الخط شوية أو ممكن نكتبها. أوكي فعندنا الجملة بتاعتنا اهي، هنبتدي نشوف بقى كل كلمة فيها عبارة عن ايه. فمثلا اي دي هتبقى بي ار، سو هتبقى في تي،
دي هتبقى انا بشتغل على اساس الرولز دي. اوكي، فذا هتبقى دي تي، جيرل هتبقى ناون، with هتبقى بي، ذا هتبقى دي تي برضو، وعندنا تلسكوب هتبقى ناون. خلاص، فال بي ار دي مثلا ممكن تبقى ناون فريز. خلاص، وممكن مثلا نجمع الناون والديترمينر دول يبقوا ان بي مثلا على اساس الرول دي. سوري، دي ناون والان بي. خلاص، دول هيبقوا ان بي، و ال P وال MP دول ممكن أجمعهم يبقوا PP. خلاص، ال N وال DT دي برضه دول ممكن يكونوا MP تاني. خلاص، يبقى MP و PP يبقوا MP برضه. وبعد كده عندنا ال Noun Phrase وال VT دول ممكن يكونوا VP. خلاص، فهنجمع ال NP وال VP دول عند ال Start، بقت جملة valid فعلا. خلاص، بس ثانية، في طريقة تانية إن احنا نعمل بارسنج لل 3D. ممكن يكون فيه، ممكن يكون لأ، فممكن نرجع نجرب تاني. هنأندو حبة كده خلاص، ونرجع للأساس اللي احنا كنا فيه خالص، ونبتدي نبارس تاني. هنلاقي إن الشجرتين مختلفين، ال N وال DT خلاص دول هيجمعوا في MP، وال MP وال P دول ممكن نجمعهم في PP برضه. خلاص، ال N و ال DT دول ممكن نجمعهم في MP، بس المرة دي بدل ما أنا كنت جامع المرة اللي فاتت، بدل ما جمعت ال PP وال MP ده، خلاص المرة دي هجمع ال VT وال MP دول، خليهم VP. خلاص، وال pronoun ده هطلعه هيبقى NP. خلاص، يبقى MP و سوري ال اه ال VP وال PP دول هيبقوا VP تاني based على الرول دي. ال MP وال VP هيجمعوا هيبقوا S. فبس بقت جملة valid برضه، بس خلوا بالكوا في الفرق ما بين المرة اللي فاتت والمرة دي في ال parsing. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المرة اللي فاتت كان كل part فيهم ماشي، في الاخر ده ماشي، ده pronoun وده determiner وكده، بس كان كل part فيهم الرول بتاعه مختلف في الجملة. خلاص، فده معناه ان الجملة كان معناها مختلف. ليه؟ لان هي فعلا جملة I saw the girl with the telescope، ده parsing اللي احنا عملناه اهو، ليها معنى مختلف كل مرة. خلاص، هنا اهو زي ما الدكتور كان حاطه هنا، الراجل شاف او اللي هو انا في الحالة دي، يعني I saw the girl with the telescope، انا شفت البنت وهي ماسكة التلسكوب. وفي سينتاكس تاني ممكن يكون معناه ان هو شاف البنت استخدام التلسكوب. خلاص، ففي الحالتين دي هي بتنفع. فهنحط تعريف بقى الambiguous grammar، هي context free grammar اللي هي بيبقى فيها string ليها معنى اكتر، يعني ليها اكتر من معنى. خلاص، يعني زي اللي هي الجملة بتاعتنا اللي هي I saw the girl with the telescope دي. خلاص، فده هيدينا يعني مصطلحين جداد، ال derivation. خلاص، ان انت يبقى عندك اللي هو الرولز بتاعتنا، واحنا نعمل جملة بنفسنا. فهو في الحالة دي الدكتور بتديك الجرامر بتاع اللغة بتاعتك، زي هنا example ده اهو، وانت تعمل جملة، تعمل لها جملة valid. خلاص، وعندنا تحت هنا البارسينج، ان انت بتاخد السترينج وتديك وتطلع تقول هي valid ولا لا. خلاص، يعني تجيب انت الديريفيشن كان عامل ازاي، ترسم ال 3D. اوكي، اتمنى تكونوا فهمتوا. انا عارف الموضوع بيلخبط شوية في الاول، فركزوا في السلايدز، ولو حد عنده اسئلة يتفضل يسأل في كومنتس عادي. احنا كده خلصنا lectures 5 و 6. زي ما قلت، لو عرفت اشرح 7 و 8 من غير ما اخبطكم، هحاول على قد ما اقدر، بس يعني مش وعد الصراحة. فربنا معاكم ان شاء الله، بس اي فيدباك عندكم يا ريت تدهوني، واشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله. شكرا.